الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قررت وزارة المالية إعادة مدير مصرف الرافدين الحكومي علي كريم حسين إلى منصبه، وذلك بعد نحو 40 يوما من قرار سابق يقضي بسحب يده بسبب صفقات فاسدة. وكانت الوزارة قد أقالت كريم حسين مع 20 مسؤولا آخرين بسبب تورطهم في توقيع عقود إلكترونية دون استكمال الإجراءات القانونية، ما تسبب بهدر للمال العام وتلاعب في بيع الدولار والسبائك الذهبية. وخولت وزارة المالية رئيس هيئة التقاعد ماهر حسين رشيد بتمشيئة أعمال مصرف الرافدين خلفا لعلي حسين الذي أعيد إلى منصبه حاليا. كشف خبراء اقتصاديون عن مواجهة العراق حالة فريدة من أزمة ارتفاع الدولار لم يمر بها مسبقا، وأن هنالك جهات تعمل على المضاربة بالدولار ولديها قوة، ما أدى إلى تعقد العملية أكثر. وقال الخبراء إن حالة ارتفاع الدولار مؤخرا تعتبر حالة فريدة لم يمر بها العراق مسبقا، ولا ما زال القطاع الإنتاجي في البلد ضعيفا، ولا يمكن أن يعوض عمليات العرض والطلب، وأن الطلب على السلع والبضائع كبير والإنتاج المحلي لا يسد الحاجة ويكون الثقل الأكبر على الدولار. قالت وزارة النفط إن خسائر كردستان العراق بسبب وقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بلغت 5 مليارات دولار. وأضافت الوزارة أن وزارة الطاقة التركية أبلغت شركة تسويق النفط العراقي سومو الشهر الماضي بأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للتحقق من الجدوى الفنية لاستئناف الضخ عبر خط الأنابيب، مبينة أنه ليس من السهل التوصل إلى اتفاق قريبا، وأمامها الكثير من القضايا الشائكة، حيث أن تركيا لديها مطالب وشروط تتطلب مزيدا من المحادثات للسماح باستئناف تدفق النفط. أكد الخبراء الاقتصاديون أنه في حال تم إيقاف مبادرة البنك المركزي الإسكانية الخاصة بشراء الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية، فعند ذلك ستخفض الأسعار في تلك المشاريع إلى النصف. وقال الخبراء إن مبادرة البنك المركزي الإسكانية لشراء الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية غذت الطلب على تلك الوحدات، الأمر الذي انتهزه المستثمرون عندما رفعوا أسعار الوحدات لما يزيد عن الضعف وبما يقارب 3 أضعاف كلفة الإنشاء. أعلن وزير الإعمار والإسكان في الحكومة الحالية بنكين ريكاني عن التفاوض مع البنك الدولي لتمويل مجال الطرق. وكشف ريكاني عن تفاوض مع البنك الدولي بشأن إضافة تمويل يزيد عن 700 مليون دولار، لكن التفاوض المذكور ما زال حتى الآن في مرحلة التفاوض بين وزارتي النفط والمالية بحسب الوزير، الذي أكد الحاجة إلى تشريع قانون بهذا الصدد. هذا ويشكو العراق من رداءة الطرق بسبب قدم الموجودة وعدم تشييد شوارع جديدة منذ عدة عقود. أما الآن فإلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.